نموذج صعب نموذج جدا نموذج نموذج كويس مكروري بقول لك يا ابني. اهو استنى انت استنى صعب قوي جاي واخدني من على العشاء. معلش معلش اصل ده كروري خلي بالك من الشخصيات المحترمه. يا عم محترم بس انا باكل جعان. معلش 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 يا اخي سيبه يتعشى. طبعا احنا انضمنا لنا ياسر ابراهيم ومحمد شريف. خلينا بس نكمل مع ايمن وبعد كده نخش نشوف. فبقول لك يعني ان هي تجربه مهمه ماتش البايرن ورتبنا عليها الماتش دوت ان احنا عندنا الثقه من الماتش اللي فات نقدر نعمل حاجه كويسه. والحمد لله اللعيبه كانت رجاله النهارده قلبهم على قلب رجل واحد. ده كان اهم حاجه، اهم من التكتيك واهم من الحاجات الفرديه المهارات الفرديه يعني. فالحمد لله قدرنا الحمد لله بروحنا ان احنا نكسب النهارده الحمد لله. بما انك احد كباتن الفريق حابب تقول ايه لياسر وحابب تقول ايه لمحمد شريف؟ والله الكلام اللي انا قلته لاكرم من شويه ماشي ينطبق عليهم يعني. هم الناس بتتمرن كويس جدا ونموذج كويس، وكابتن سامي طبعا بيتمرن مره مره.